إذن لا تزال مستمرة معاناة المراجعين في دائرة مرور التاجي ببغداد، والتي زارها وزير الداخلية الحالي وقام بإقالة مديرها السابق ووعد بتسهيل مراجعة المواطنين، لكن تبين أن كلامه كذب بحسب نشطاء كتبوا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافوا أن المواطنين لا يزالون يعانون بسبب الطوابير الطويلة وبسبب غلق الباب الرئيس للدائرة، وأيضا بسبب توقف نظام استقبال المعاملات بشكل تام. عم والله قبل أجل وجه أرحم هسه تزم مرتين سرة بالباب بالشهر العام وبالباب الثاني، وهذا السرة هاي بس الطب، هاي بس الدخول. والله ساعة ساعة ونص إذا طبيت من الباب الرئيسي بالمرور الجوازي. جام الوزير شان عاقبوا العالم وراها. يا بل يا سادين البيبان ما يخلوا حيطوا. هاي التاجيات اجى الوزير يوم واحد، اجى الوزير يوم واحد صاروا والله هذا البابا يا اخي لا سكتون، شنو انتم بشر حيوانات يا اخي، والله اقرب البابا على والديهم يا اخي، ما يصير يسكتون سكوت كل هاي والله يا ولد عيني ابو الشباب احمد والدي هذه يعاملونا مو معامله بشر.